نحن نقدر طبعا القلق الذي قد يراود عدد من الدول نتيجة لحادث الطائرة الروسية، وتفاعلت الحكومة المصرية اتصالا بهذا القلق واستجابت لكثير من التنسيق والتعاون في طمأنة هذه الدول بأن الإجراءات التي تتخذ في المنطقة المصرية هي تتواكب مع المعايير الدولية، وبالإضافة إلى ذلك الاستعداد لتكثيف هذه الإجراءات وتفعيلها بشكل مستوى أعلى لمواجهة أي احتمالات، وتقدير بأننا نعيش في أجواء فيها توتر، فيها تحديات متصلة بانتشار ظاهرة الإرهاب التي طالما نادينا شركائنا أن يتفاعلوا ويتعاملوا معها بمزيد من الجدية. ولكن نعمل من منطلق مسؤوليتنا في توفير الحماية والأمن للزائرين إلى مصر، من منطلق إصرارنا على مقاومة الإرهاب ومقاومة أي نفاذ إلى التأثير على الاقتصاد المصري، ونقوم بكل ذلك لأننا لم نستبعد أي احتمال ولكن لم نؤدي إلى أي فردية قبل أن يتم الانتهاء من التحقيقات المرتبطة بهذا الحادث، وقبل أن يكون هناك تقرير شامل يكشف عن الحقيقة. في حقيقة الأمر نحن أيضا ما سمعناه عن وجود معلومات حتى الآن لم يتم موافاة الأجهزة المصرية الأمنية بتفاصيل بشأنها هو علامة استفهام لابد أن تطرح أيضا، فنحن الطرف الأكثر اتصالا بهذا الموضوع، وكنا نتوقع أن المعلومات المتوفرة على المستوى الفني يكون قد تم موافاتنا بها على المستوى الفني بدلا من أن تطلق في الساحة الإعلامية بهذه العمومية.